بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده هو اول فيديوهات الوحدة التاسعة من كتاب My New Friend. اول سؤال: I think he has enough knot to deal with such sudden problem. اظن ان هو عنده ايه كافية ان يتعامل مع هذه المشكلة المفاجئة. deal with معناها يتعامل مع. طبعا اول واحدة كده convention دي بتساوي كلمة conference اللي هو المؤتمر، edition دي اللي هو التعديل، tutorial دي اللي هو الارشاد يعني او العرض الارشادي، wisdom دي اللي هي الحكمة. طيب الجملة اللي بعد كده I think this work is a life not a life changing، يعني مغير للحياة، بمعنى ان هو غير حياة الانسان للافضل او للاسوأ. a creative not، طبعا في هنا as، اعتقد يعني as a creative not he was continually dreaming up new projects، كان دايما بيحلم بمشاريع جديدة لان هو راجل شغال. اول حاجة كده interest يعني اهتمام، interchangeable يعني تبادلي، interaction يعني تفاعلي، و entrepreneur يعني رائد اعمال، ما دام فيها projects يبقى رائد اعمال اكيد. hard work is a vital not for success، العمل الجاد هو ايه للنجاح، اكيد ده مكون ingredient، وكان ممكن نستخدم كلمة factor اللي معناها عامل او مكون برضو. في رقم خمسة بيقول لك antonym كلمة عكس كلمة ال common sense. ال common sense اللي هو الادراك، عكسها الحماقة، واحد مدرك للي حواليه التاني احمق ومش في دماغه خالص يبقى foolishness. cleverness الذكاء دي بتسويها، intelligence برضو بتسويها ذكاء، wisdom الحكمة، نفس الكلام كلها كده بدائل ليها، لكن احنا عايزين عكس. زي نوت اسكت his team members، طلب من اعضاء فريقه، اكيد ده مين؟ اكيد المدرب اللي هو الكوتش. امال ايه الكلمه الاخيره دي؟ كلمه كاوتش دي معناها كنبه، واحنا حذرنا منها قبل كده. creator دي الفوهه، وكارج اللي هي عربه القطار. when someone develops their working lives، لما حد يطور حياته العمليه، this is ده بنسميه ادراك ولا حكمه ولا working knowledge معرفه عمليه ولا career direction اللي هو تغيير وظيفي او تغيير وجهه وظيفيه. ركز معايا، الراجل بيقول لك لما شخص when someone لما شخص develops their working lives، لما شخص يطور حياته العمليه، نمسح بس البتاع الازرق اللي ظهر مره واحده، لما شخص يطور حياته العمليه ده معناها انه عمل تغيير ل او تغيير في وجهته الوظيفيه اللي هي دي. لكن working knowledge معناها انه اكتسب معرفه بالشغل بتاعه. creative معناها مبدع او ابداعي، دي الشخص اللي بيكون ابداعي بيكون ايضا براجماتيك يعني نفعي، ولا كيوراتيف معناها علاجي، ولا فولنتير متطوع، ولا انوفيتيف يعني مبدع، نفس المعاني اصلا، كرييتيف وانوفيتيف واحد. My parents have always not to my success، ابويا وامي لطالما ايه في نجاحي، اكيد ساهم وشاركوا يبقى contributed. كلمه dissuaded دي احنا خدناها قبل كده بمعنى حبط، وديسكارج زيها حبط، وانكارج يعني شجع. على فكره كان ممكن نقول My parents have always encouraged me to succeed، شجعوني كي انجح. It is not of her to come late، انها تيجي متاخره، هي عمرها ما جت بدري، يبقى ده موضوع تقليدي او نمطي انها بتيجي دايما متاخره، طبيعي انها تيجي متاخره عمرها ما جت بدري. طيب the breeze النسيم felt يعني كان ايه؟ It made me feel less tired، يعني خلاني اشعر ان انا اقل تعبا، معنى كده ان النسيم ده كان refreshing يعني منعش. since his ايه؟ منذ الايه بتاعته، his او my grandfather was أو has worked in his own garden، منذ إيه وجدي بيشتغل في حديقته. retirement تقاعده، ولا this موته، ولا rewarding يعني مجزي، ولا awarding اللي هو إعطاء أو منح يعني. فمنذ تقاعده هو شغال في حديقته. all her colleges أو colleagues كل زمايلها show not towards her، يظهروا إيه ناحيتها، she is hard working لأنها جادة في عملها. aspect يعني مظهر، inspect يعني يفتش، respect يعني يحترم واحترام، وسسبكت يعني يشتبه فيه او يشك، وكل اصدقائها بيظهروا احتراما ليها لانها جاده في عملها. people who are ايه؟ الناس اللي بيكونوا ايه؟ بيكونوا يعني ايه disabled؟ disabled يعني معاقين بشكل ايه؟ اكيد اصل الصفه عايزين قبلها ظرف. can't use part ما بيعرفوش يستخدموا جزء من اجسامهم، يبقى ده عنده اعاقه بدنيه، يبقى physically. mentally اعاقه ذهنيه، حاجه في نفوخه. students with learning difficulties، الطلاب اللي عندهم صعوبات في التعلم محتاجين ايه من المعلمين؟ محتاجين الموتيفيشن اللي هو التحفيز. diversion من diversity للتنوع يعني. attribution من attribute يعني خصص، يبقى attribution تخصيص. coronation ده اللي هو بتاع الملك، حفل تنصيب. طيب she has been experiencing annual time، هي بتمر بوقت ايه؟ since her husband's death، منذ وفاة زوجها وهي بتمر بوقت سوفت ناعم، يوسف المفيد، طف يعني قاسي، ولا terrific اللي هي رائع، اكيد ولا واحدة من دول، اكيد طف.
إلا إذا كانت كرهاه. You have to not changing the light bulb. لازم إنك تعمل إيه في تغيير اللمبة دي. Or we won't be able to work in the dark. وإلا مش هنشتغل في الضلمة. Admit يعترف. Award يكافئ. Guard يحرس. وconsider يفكر فيه. لازم تفكر في إنك تغير لنا اللمبة دي علشان إحنا كده مش هنشتغل في الضلمة. My sister is not. أختي بتكون إيه؟ About tennis. بالتنس. She watches it on TV all time. طول النهار تسمع ماتشات تنس على التلفزيون. معنى كده إنها متحمسة. Enthusiastic أو passionate كمان about. طب ما انا كده ده انثوزياست، دي مش انثوزياستك، دي انثوزياستك، هي كده غلط. المفروض كنت ناقصه تك عشان تبقى صح. يبقى passionate طول عمرنا بنقول enthusiastic about او passionate about. يعني حضرتك كان ممكن تستخدم كلمه enthusiastic هنا بدل دي. Not people have more life experience than young ones. الناس الايه عندهم خبره في الحياه اكتر من الناس الشباب، اكيد الناس الكبار اللي هو elderly. طيب بعد كده this debate، المناظرة دي is not I won't take part in it. أنا عمري ما أنا داخل في المناظرة دي، أصل هي debatable قابلة للتفاوض ولا عاجلة ولا ذات قيمة أو ذات معنى ولا لا قيمة لها، pointless ملهاش لازمة. Having a lot of money doesn't not mean، امتلاك النقود الكثيرة لا يعني بالضرورة أنك سعيد. بالضرورة يبقى necessarily، ما أنت قدامك فعل اللي هو يعني فعل والفعل عايز ظرف. طب necessity دي اللي هي الضرورة نفسها، و necessary ضروري أو أساسي، و must يعني لابد أو يجب أو ضروري كاسم. A big party was given to، حفلة كبيرة أعقدت لكي تعمل إيه في عيد ميلاد منى، لكي نحتفل يبقى celebrate. أمال honor إمتى؟ honor دي معناها يشرف أو يمجد إنجاز مثلا. I think this very weak memory indicates that he is not disabled. أعتقد إن الذاكرة الضعيفة دي معناها إن هو عنده إعاقة أكيد ذهنية، ما هو ذاكرة. طيب a decision was finally made، قرارا تم اتخاذه مؤخرا. after some heated، بعد ايه ساخنة. agree arrangement ترتيبات. argument يعني جدال. paramedic اللي هو المسعف. ومانجمنت الادارة. فتم اتخاذ قرار بعد جدال حار جدا. each candidate must answer all the questions without، كل واحد متقدم للوظيفة لازم يجاوب الاسئلة كلها دون استثناء. تعال نشوف كده exception اللي هو استثناء جبناها من الاول، يبقى شكرا ما احناش مكملين. وزود exception يعني دون اي استثناء. طيب those are facts، دي الحقائق. what do you not from them، ما الذي ايه بقى. include يشتمل. consist تكون من. contain يحتوي. ولا conclude اللي معناها يستنبط، وهنا ممكن نستخدم كلمة did use، ما الذي تستنبطه منهم. I have never done any sustained writing، عمري ما عملت كتابة مستمرة. but that might be one of my next، لكن ده ربما يكون واحد من الايه المقبله بتاعتي. دايركشن اللي هي الوجهه المقبله. كونكشن اتصال. وكوميونيكيشن تواصل. بوبوليشن تعداد سكاني. ولكن دي وجهتي المقبله ان انا اكتب كتير. The former wild man of rock has not himself as a respectable family. بيقول لك ان الراجل البري اللي كان عايش في البريه لوحده ده بين الصخور has reinvented himself، يعني اعاد تاهيل نفسه لكي يكون عنده عائلة محترمة. يعني بعد كده رقم 29. good builders will have a sound not of the planning and building control systems. بقول لك البناء الجيد هيكون عنده ايه سليم of the planning، التخطيط وبناء الاماكن، الكنترول سيستم نظام التحكم، يعني اللي فيها نظام التحكم. works knowledge انت هنا خدنا الحته دي قبل كده، قلت لك اي حاجه ليها علاقه بالشغل اللي بنشتغله وناخد فيه مرتب اسمها working، فدي اسمها working knowledge اللي هي خبره العمل. You don't have to not me you have or you are the right person for the job. لا تحاول انك ايه انك الشخص الافضل ان تقنعني. celebrate يحتفل. convince يعني يقنع. واسكيب يهرب. واكزيست يعني يوجد. لا تحاول ان تقنعني انك افضل شخص للوظيفه. there is always a not gap، دايما في فجوه ايه بين الكبار والصغار. contamination تلوث. pollution تلوث. generation يعني جيل. وdelegation اللي هو الوفد. هناك فجوة عمرية بين الكبار والصغار. our parents أبائنا يعني والمعلمين make a lot of not يقومون بالكثير من الايه لإنجاحنا. أكيد contribution مساهمة. ولا motion حركة. ولا motivation تحفيز. ولا lotion اللي هو اللوشن كريم يعني. فأنت بتقول إن أبائنا وأمهاتنا بيقدموا إسهامات لكي ننجح لنجاحنا. انهم بيبول دايما بينظروا للجانب البرايت المبهر او المضيء في حياتهم في الاشياء. الناس المتفائلين. بيسمستك دي معناها متشائم. اوبتيمستك متفائل. هومليس المشرد. هوبليس المتشائم زيها زي بيسمستك.
It was thoughtful of her, كان لطف منها, to not for me while I was ill. إنها تعمل إيه بينما أنا كنت مريض. To care for, صح, to look after, كانت تنفع. To secure me, على طول, تؤمنني من غير حرف جر. Scare, يعني يخيف, لو هي خوفتني أنا مريض فده أكيد خيبة منها. The child asked his mother for some more juice, but she, الولد طلب من مامته عصير زيادة بس هي إيه, ignored him, تجاهلته, أكيد الإجابة الصح. Our boss, المدير بتاعنا, عارف our abilities, عارف قدراتنا جيدا. And he makes full use of, وهو بيحسن استغلال, perfect, يعني ممتاز, potentials, إمكانات, possibilities, احتماليات, يعني probabilities زيها. فهو عارف قدراتنا وبيستغل البوتنشالز, الإمكانات اللي عندنا. She was closely not about her whereabouts on the night of the murder. هي كانت إيه عن قرب بشأن أحوالها في تلك الليلة. Answered, يعني أجابت. Questioned, يعني سئلت. الجملة على بعضها بقى عشان معناها معقد شوية. She was closely questioned, يعني تم سؤالها عن قرب عن أحوالها في تلك الليلة, يعني بتعمل إيه في اليوم ده. Solar A cars, السيارات السولار باورد التي تمشي بالطاقة الشمسية, ده مصطلح وانت حافظه. Another word for second hand, يعني مستعمل, يعني بتساوي كلمة used. A used car, يعني سيارة مستعملة. Second hand car, سيارة مستعملة. Please follow the proper, لو سمحت اتبع الايه المناسب. For dealing with complaints, للشكاوى, لو سمحت اتبع الاجراءات المناسبة اللي هي procedures. الراجل لما حط لك كلمة stops دي هو خلبوس, وعشان انت تفتكرها steps, ما هو procedures برضو معناها measures معناها steps. Cosmetics, لمسحيق التجميل, وبوز, التوقف. انهي ووتر must pass test, لازم تعدي على اختبارات, اكيد bottled water, الماء المعبأ. Look after the milk on the stove, خد بالك من اللبن اللي على البوتاجاز, ممكن كنا حطينا مكانها كلمة كوكر, البوتاجاز برضو. Don't let it, ما تخليش اللبن ايه لأعلى, bubble over. Bubble over هنا معناها يغلي, يعمل فقاعات ويكب على الأرض. Scientists are trying hard to, العلماء بيحاولوا ان هم يعملوا ايه, an effective vaccine, ان هم في ايه, انت عارف ان يطور دواء اسمها develop medicine و develop vaccine. I not arranging to go out at the weekend. أنا إيه؟ إن أنا مرتبتش الخروج برا النهاردة واتفسح. Hope to, المصدر. Apologize to, شخص, for شيء. مفيش لدي ولا دي. Wish, لازم بعدها اللي يكون فيه to, المصدر, أو إنك تجيب ماضي ويبقى regret. ومعنى الجملة أصلا مش عايز غير regret. أنت بتقول ندمان إني مرتبتش للخروج. The big problem was solved, المشكلة اتحلت. ولكن هناك بعض المشاكل الصغيرة التي ما زالت بحاجة إلى تأهيل ولا ريفولف. أخت مين؟ أخت كان دوران, لأخت سبين اللي كانت عندنا في المنهج. سبين وريفولف نفس المعنى. وأسست, يعني ساعد. أخت هيلب, وأخت كمان إيد. إكزيست, يعني تواجد. فأنت بتقول لي المشاكل الكبيرة اتحلت, لكن في شوية مشاكل صغيرة كده ما زالت موجودة. My father changed إيه؟ دايركشن, أكيد كارير دايركشن. خد بالك كارير, لكن كارير ده الحامل جاي من كلمة كاري. This is not a new car, هذه ليست سيارة جديدة. إنها modern, حديثة, ولا محدثة, ولا second hand أو used, يعني مستعملة. He is the youngest in our country, هو أصغر في دولتنا. He always comes out with new things, دائما بيجيب أفكار جديدة, يبقى هو شخص مبدع. Investor, مستثمر. Innovator, اللي هو الشخص المبدع. Creature, دي المخلوق. وفولنتير, متطوع. is a plant that grows in the sea, يبقى ده الحشائش البحرية اللي اسمها seaweed. My mom knot up the tear on my shirt with needle, بالإبرة والخيط أكيد خيطت, يبقى سود. طيب بعد كده رقم 51. She is a famous artist, فنانة مشهورة. Who has introduced many wonderful, قدمت إيه رائع. مدام فنانة يبقى تقدم أشياء لها علاقة بالفن, اللي هي paintings, اللي هي الرسومات. برنتس دي المطبوعات, مش محتاجة فن, كمبيوتر بيعملها. At first, في البداية, consumers were wary of online not, but now they feel their money is safe. بقولك في البداية المستهلكين والزبائن كانوا قلقانين على الأونلاين إيه, لكن دلوقتي حاسين إن فلوسهم في أمان. مدام فلوسهم يبقى banking. Bark, يعني يركن. وهيجاك, يختطف طائرة أو كده. وبارك دي معناها ينبح. She found her first knot working as a waitress. هي وجدت أول إيه ليها واشتغلت جرسونة, أكيد employment, يعني أول توظيف أو أول وظيفة ليها. Hard work, العمل الجاد, is one of the basic إيه of achieving, واحد من أهم المكونات أو العوامل. فأنا ممكن أستخدم كلمة ingredients أو أستخدم كلمة factors, والاثنين ينفعوا. The dish, وعلى فكرة كان ممكن requirements, متطلبات.
The dish is made according to traditional Italian. بيقول لك الطبق ده مطبوخ وفقا للطريقة الريسبي، وفقا للوصفة الإيطالية. أمال إيه ريسيت؟ ريسيت دي اللي هي الفاتورة اللي بناخدها لما نشتري حاجة من السوبر ماركت. بريزيرف يعني يحفظ، وانسيستنس اللي هو الإصرار. This small container العلبة الصغيرة دي not only half a liter of oil بتحمل أو بتسع لفقط نصف لتر من الزيت. Of English language is necessary for success in this job. ايه باللغه الانجليزيه مطلوب للوظيفه؟ اكيد المعرفه باللغه الانجليزيه اللي هي knowledge. Doing a course in a writing انك تعمل كورس، تاخد كورس في الكتابه ال اكيد الابداعيه اسمها creative. على فكره ما فيش اسئله لحد دلوقتي كده جديده، كل الاسئله دي افكارها مكرره واحنا عارفينها. بقول لك the Ministry of Education وزاره التربيه والتعليم بتحاول انها تعمل اعاده تاهيل للنظام التعليمي. كلمه reinvent هنا السينونيم بتاعها reform. ريفورم معناها يعيد اصلاح او يعيد تاهيل زي ري انفنت. 60 يا برنس بقول لك شي جيف مي نو انستراكشن لم تعطيني اي تعليمات، لذلك اي يوزد ماي نوت استخدمت الايه سنس اكيد الكومن سنس، وده مصطلح احنا حفظناه زي اسمنا. شي هاز اكسبيرينسد ماني تشينجز يعني هي واجهت الكثير من التغيرات. اكسبيرينس دي اخت انكاونتر، انكاونتر يعني يواجه او يلاقي، واخت كمان فيس اللي معناها يواجه او يلاقي. الراجل منديك هنا انكاونتر. She can manage her time بتعرف تدير وقتها. كلمة يدير يعني هنا يتحكم فيه اللي هي كنترول. Common sense اللي هو الإدراك أو الحس عبارة مقصود بها الساوند جادجمنتس، عندك إدراك يعني عندك قرارات سليمة، سليمة يعني ساوند. She was happy to be offered employment هي سعيدة إنها تقدم لها وظيفة. employment يعني وظيفة بتساوي كلمة job. Something which is practical الحاجة العملية، practical يعني عملي، معنى كده ان هي functional عملي او وظيفي، لكن theoretical دي معناها نظري عكسها. antonym عكس كلمة tough يعني خشن، عكسها ناعم يبقى soft. life just seemed pointless الحياة بدت بلا قيمة بالنسبة الي. pointless هنا ملهاش لازمة، عكسها ليها لازمة يبقى meaningful او important او significant. عندك meaningful. People use common sense to solve a problem الناس بيستخدموا الإدراك عشان يحلوا مشاكلهم. common sense اللي هو الإدراك ده معناها wit الذكاء والحكمة، يبقى دي صح كده شكرا. وكان ممكن intelligence. to better علشان أحسن، better دي معناها يحسن يعني make better يعني. my skills I chose to enroll in a أنا قررت إن أنا أقدم في كورس كتابة إبداعية اللي هو creative writing. الكورس ده إحنا خدناه كذا مرة. my brother A the first prize in a short story competition اخويا فاز يبقى won the first prize. على فكره كان ممكن نقول was given مع win مع الجائزه دايما. you must continue to improve your skills لازم تستمر في تحسين مهاراتك لكي تظل حاجه من اتنين، يا اما employable، employable يعني قابل للتوظيف او مؤهل، يا اما qualified اللي معناها مؤهل. فده عندي employable. طاهر my new colleague طاهر زميلي الجديد is a يبقى ممنوع الاسات ممنوع الابوستروفات ما دام فيها a. يبقى ناخد هنير ما دام في عندك ا يبقى ما تاخدش اي حاجه فيها اس ولا حاجه فيها ابوستروفي. ماي جراند ماذر جدتي ما زالت ايه فولنتير ورك بتقوم بعمل تطوعي اسمها دو فولنتير ورك. ماي نيبر از فيري اولد اند لايكس تو هيلب يونج بيبل بقول لك جارنا ده راجل كبير في السن بس بيحب يساعد الناس، وانا اعتقد ان ده مش غريب على شخص من الناس دول في عمره. كلمة typical اللي معناها نمطي كده ممكن يكون عكسها الشيء النمطي عكسه شيء استثنائي exceptional أو extraordinary. after retirement بعد التقاعد الكثير من الناس الكبار بيحبوا إنهم يقضوا وقتهم في هوايات اللي they are not about. خد بالك أنت هنا كان ممكن تقول keen on، ممكن تقول كمان fond of اللي هم الهوايات اللي هم بيحبوها، ممكن تعمل interested بس in. إذن هتاخد passionate about أو enthusiastic about المتحمسين لها. مستر رامي عم رامي و اور ساينس تيتشر مدرس العلوم هاز ميد سيجنيفيكانت ايه عمل ايه مفيد او مهم لحياه الطلاب، اكيد مساهمات اللي اسمها كونتريبيوشنز. كونستيتيوشنز دي اللي هو التشريعات. ماي جراند فادر هاز ا لوت اوف نوت وفريكوينتلي سيك هيز جايدنس احنا دايما بناخد نصيحته لانه عنده الكثير من الوزدم اللي هي الحكمه. خلصنا الجزئيه دي، الجزئيه الجايه الفيديو الاخير ان شاء الله في الوحدة دي هيكون في القواعد او ممكن يكون فيديوهين بس في نفس اليوم، القواعد مع المهارات والامتحان. وكده خلصنا الوحدة التاسعة، وانا عارف ان انا سبت القصة للاخر عشان احنا بعد التاسعة ان شاء الله من ضمن محتوى الشهر ده هيكون في قصة، هنحل اسئلة قصة من كتاب المعاصر لان الكتاب ده كل اسئلته مجابة
اوعى تسيب القصة لانها باربع درجات.